العم ابو سعد الف مبروك، وكلمه للجمهور المتواجد باعداد كبيره، ونقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكم اولا، واهلا وسهلا فيكم منبر الباديه الاعلامي النشيط، ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا فيكم. كلمتي طبعا برحب بالضيوف الكرام من جميع مناطق المملكه، اهلا وسهلا فيهم. اللي زارونا اليوم يعني كحنا عيوننا فيهم، كل الهلا والاحترام فيهم. لكن بحب في البدايه اني اذكر انا اليوم توفى صديق لي عزيز على قلبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، هو الشيخ أحمد نايل الحجازي، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له إن شاء الله. وأهلا وسهلا بالجميع، وعندنا ما شاء الله شيوخ من جميع أنحاء الوطن، وأرحب بأهلي وعزوتي عشيرة رمضان، وأهلي وعزوتي أهالي الطرة جميع، من عشائر الطرة جميع اللي يعني حضروا معنا وشاركونا فرحتنا. ألف ألف مبروك عمي أبو سعد والبنين إن شاء الله. يبارك فيك أخوي محمد، وبارك الله فيك، والله يعطيك العافية وجهودكم إن شاء الله ويطول عمرك، كل الاحترام والتقدير. شكرا شكرا لك. الله يبارك فيك، وهي المشايخ قدامكم وحضور قدامكم، تحبوا تعملوا أي شيء حياكم الله، كل الاحترام. أهلا وسهلا. شكرا شكرا. يا مرحبا. أهلا أهلا وسهلا. انتظرونا بعد قليل ببث مباشر بالإضافة إلى الموقع الإخباري أسد الإخباري، وزي ما احنا شايفين الجمهور والأعداد الكبيرة من سهل حران منطقة الطرة، نقول للعم ابو سعد الف الف مبروك. متابعينا المشاهدين مستمرين باللقاءات من افراح اهل رمضان، نتعرف على الاستاذ ايمن سعدات ابو رشيد من الرمثاء. ونعم استاذ ايمن، تقدم لنا تهنئه للعم ابو سعد رمضان. ابو سعد بغنى عن التعريف، ابو سعد الاخ الكبير والعزيز، واحنا اليوم فرحنا واحد مش فرحين، يعني فرحتنا بابنه ابو سعد وبالموجودين طبعا اليوم كل الشيوخ الاردن موجودين، ومنهم اخوي الكبير والعزيز ابو فهمي. واحنا اليوم طبعا بنقول من عرس رمضان الف مبروك للعريس ووالد العريس، ونهني اهل الطرة الكرام. شكرا لك استاذ ايمن. بالاضافه الى الشيخ العزيز الغالي ابو فهمي الصالح، شيخنا ابو فهمي الله يسعد مساك. شلونك؟ اول باب احنا تنورنا اليوم بقناه الباديه، وعلى راسهم الاعلامي الشيخ ابو جاسم، وجت استضافتنا اليوم بالرمثه العزيزه اللي هو عند الرمثة عند الشيخ أبو سعد، الشيوخ وجهاء المملكة كلها وبحضور الشيوخ المملكة كلياتها. واليوم تباركنا، وألف مبروك للشيخ أبو سعد، ألف مبروك نقول له. وهايمي يعني الشيخ أبو سعد يعني رجل غانم ومعروف، فعسلامته أبو سعد يا ريت ألف مبروك. الله يطول عمرك، احنا من بعدكم وما نتعلم الا الطيب والخير من رمضان، وعند أبو سعد رمضان كل الهلا. الله يطول عمرك. هلا اخوي ابو لطفي، كل الاحترام يا ميت مرحبا للاعلامي المخضرم. انت مخضرم؟ نعم. اه والله نشكر الله ونشكر جلال سيدنا اللي انتم دائما وابدا بالميدان، اللي هو الاعلام، والاعلام هو شيء معروف بالبلد هاي، نعتز بيكم وليس بالتلفونات، لانكم انتم المنبر المضبوط. تحياتي لكم. هلا هلا. شكرا لكم. الله يطول عمرك. شكرا لك يا شيخ، شيخ ابو جاسم، الله يطول عمرك. الله يحفظك ويسلمك، وتنورنا اليوم، تنورنا بحضوركم. الله يطول عمرك، الله يحفظك، الله يحفظك يا ابو. متابعين مستمرين بالتغطية من خلال موقع أسد الإخباري، وبالإضافة إلى منبر البادية، إن شاء الله بعد قليل متابعين بالمقابلات بأفراح آل رمضان. شكرا. خلال موقع أسد الإخباري ومنبر البادية من أفراح آل رمضان، نتعرف على الأستاذ أحمد زياد حجازي. أستاذ أحمد، تقدمنا التهنة ألف ألف مبروك للفنان أحمد الرمضان الأسمر، وإن شاء الله بالرفاه والبنين إن شاء الله. تعرف عليه؟ أيها محمد سليم حجازي. نعم. تقدمنا التهنة للعريس. ألف ألف مبروك يا رب، وإن شاء الله وهو معاه الأولاد ماشي، وعقبالنا أنا وأحمد
وقبال كل العزابية إن شاء الله حبيب قلبي. الله يسعدك. نقول مرة ثانية إن شاء الله عقبال العزابية وعقبال المشتي إن شاء الله. Thank you.